بالضبط على بينت فيك حيث انا مشابه لي بعيد احيد منك بزاف الامراض لان القبله والعناق ديال الجيج بمثابه دواء للنفس. الا فك بو الا فك بو انا هنا غتعنق الجيج والله شي تحيد منك هلا مع النق كلب الضرب ما كان بيه قسما بالله راه ولا شي كتنقص مني في هذا الاخر وراه عطيك معايا عطيك العيبه هذاك هو راه بعد وعندك دور عطيتك دور في الحياه اش بغيتي كتحيد بو انا هنا هادو اللي داخلين لاعبين الدراري ديال لاماسيه الدراري راه درينا وعندي هادو في الفرق لا هادو وليداتنا هادو الشحمق وليدات الكلوب ديالنا راه بحال والو غنسميو كلا نسميش على ماسيه واش هادي من الفرقه ديال بالبارطه غنجي جوا تشافي ماش كنشوش غلطه بحال والو نديرو وانت شكون بيريز انا هو بيريز انا الهضره هي اللي كاين بيريز ديال الريال وفي ديال البارطه بيريز 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 ديال البرازيل ربي كنا كنحلم يا خويا مالك وحالتي انا خويا لابورتا خويا لابورتا لا 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 انا شوف انا هو انا هو انا هو زيدان ورا ماشي الريال هذا يا حبيبي حتى هو خوان لابورت الرئيس ديال لا 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 انا ما عنديش علاقه بالبار او جيكسو يفلق الانسان ولات كتبقى ما كتقدرش تتحرك ولات عندها واحد البطء في الحركه بطء في التفكير بحال دابا قلتي لها واحد زائد واحد ما كتبوش لك جوج كتبقى تفكر فيها فهمتي كتقول ماما زائد بابا شو فهمتي كتقيل ما خلاو مجرو بها دارهم قلت لها شوفي اجي عندي عاد اجي عندي في ماشا مورا شي حاجه هاد الليله هادي بالضبط واش كانت الاربعاء بالليل الاربعاء بالليل جبتها نجي عيطتي عليا جبتها نجي ضرب ليها بوسه وعنقها بوسه باسا هنايا في حنكه الدريه شوفيات صافي قليل هنايات فهمت الدريه رجعات كما كانت وما بقاش كتلعب فري فاير ولاش كتلعب دابا واحد اللعبه اخرى ما نقول سميتها جيج بواس كيفوس واو 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 شبقة هنا طوان ميس ضد وايت 44 هنا طبعا راسها مش عارف العيادة ان شاء الله قلت لكم وديروا شوية وديروا نظف راسك وجي عندي مرحبا جيج شد فراسك شد فراسك كيما شاد انايا فراسك كيما شاد انايا شكون نسيت اه باقي النمس باقي النمس فراسك انا باقي ندير انا واحد اللعبه كويس بوحدو ما عرفتش شنو كيدير لهاد الناس مساكين ويلي 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 اش كيدير لهم شحال من كيل تعود مارتينيلي صافي اللي غلب يعف اللي غلب يعف اللي غلب يعف فواي الله يعزك ليا اللي غلب يعف وصلحتي وصلحتي داكشي اللي لاحظت انا ولا ما لاحظتيه اقسم بالله الا ديتي هاد النمس تنشري لك صندالات بدل ديك الصنداله الموسخه اللي عندك اقسم بالله تنشري لك صندالات اوه منين خرج لي شي واحد تنشري صندالات وراه دابا دابا كمل فهاد الروم هادي طلق لايف غيوصل الروند الخامس غنقطع انا وكملوا من عند جيجه الدراري كملوا من عند نجيج الرويمات الدراري انا مزاوك فيكم شحال تما 750 دوزوا لي عند نجيج كلكم المهم انا بغيت نقدر ندير واحد اللعيبه تقدر تصيفط لي يلاه تيك بلا ما نكتبو باللغه العربيه نصيفطولك انا نحمقك نحمقك انا واو 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 جيك سو وايت فهمتي ديك اللعبه ديال زكا غتفوتني في الكيلات لا غنفوتك انا جيكسو يتفوق على وايت في الكيلات وعلى مليار بيع انا جيكسو الاسطوره الجزائريه ومعنا وايت الاسطوره المغربيه باش دي نجيج هو في التعليق الاول ديالنا جيج ماشي بوستر لايفات هذا 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 اللي بقى هذا 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 غيضيعوا دابا جيكسو زيد يا الهي يا الهي ما هذا واو 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 واكتساح واكتساح الكيلات شو دابا منين زاد معاهم جيكسو الدراري كيولاو واو موتيفيشن هذا راسو بشخ زيد جيش يلا بومليار يلا بومليار طحن الديو ديالك داير الله واو 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 جيكس والدراري اخر مره لعب عندي لدابا بني النيفو بزاف زاد بزاف
والله الا تزاد بزاف. عقلتوا الدراري اخر مره لعب عندي جيكسو شنو كان لعب؟ كلعب ضد الهنود كيكيلي مزيان وهادي، ولكن دابا اخويا هربوا لي 20 كيل. واو الاخر اصعب. شنو هو بحالاش هاد الالام هذا؟ بحالاش كتالم؟ كتالم حاليا؟ كتالم تداوي ولا كتالم؟ واش ما بغاش اللايف يطلق لك؟ لا 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 في الى وايد دابا دات 6 غيتعادلوا جيكسو في الكيلات. اوكي لا ما يتعادلوش وانما حتى الراوند الاخر هضر شكون ريمونطاد. فرش فرش واو واو الشل الشداكه الدراري كده داني اوكي جد 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 جرى واحد القيطه دايره وايد دابا غيهربوا لكم شفتها يالله كينقص على صباعه وكيدفع كينقص على صباعه وكيدفع عباد الله شي ضرب اليوم في الضوء لا ريفايف لا هو كعب ريفايف ايوا صح تاد النبس تريفايف وا الدراري والله تمرار يلا جيكس فو 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 وغنزيدو روم اخرى روم اخرى ما غنقولش لكم شنو غيكون فيها روم اخرى ما غيتقالش شنو غيكون فيها ولكن من بعد غتشوفوها. لا غتشوفوها دابا عند الجيج ديال الدراري. يلا سير على الله الدراري سير على الله. واش بغيت مليار مليار ديالي فهمتيني هاد الباج راه ديالكم راه غنديروا فيها لايفات ان شاء الله في رمضان. دراري دراري فويس كام دراري فويس فويس غنديروا لعيبات زوينين وراه هو البلان الكام ديال ما عنديش كام حاليا في هاد اللحظه كندير شويه ديال الكام ولكن مليار 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 كي 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 تار كي زار كي زار مليار يزار او جيكسو مشى اوكي هاد اللعيبه كنت باغيها باش يبقى مليار حتى هو. مازال غنشوفوا عصام الشوالي مازال غنشوفوا عصام الشوالي عند جيج الدراري بالرجوله انا غنقطع اللايف وغتشوفوا عنده واحد الرويمه اخرى ان شاء الله زويونه. يلا انا نقطع بويسه لكم كاملين اللي بغى يكمل هاد الرويمات هادو كتب في الريسيرش ناجيج كتبها ناجيج راه يطلع لك اللايف غتلقاني تما انا وياه. اوكي جيجي دراري باش تكونوا عارفين مليار يخرج يعني انسان مليار يفجرها مليار بقى هو واحد غالبا هو النمس هو وليد اوكي بقى هو جوج. يلا دري نشوفوا مليار يا حظ يا حظ يا حظ او جيكسو يصمك الاول يحمقني هذا جيكسو اليوم والله شغي يحمق جيكسو ترى ما يمكنش دابا هو من عنده راه تلقى سرقوا له المليار سرقوا ليه سرقوا شي طرقوا لي دابا راه تلقاو محلين ويلي ويلي تلقاو محلين المايك ناري ناري انا ما كرهتش تكون يديروا واحد القيطه الا فكروا فيها زعما راسهم انا ما يخليو مليار هذا الراوند هذا الجاي بوحدو في اس 6 جي جي مقيا هاي جات الراسها جات الراسها شنو صيفط لهم لعيبه شو كاين هي جاج بوحدها شي جي مليار عجبني عجبني بزاف غنشوفوا شنو غيديروا 24 والريفايف ديال الدراري اللي بربعه ماشي مشكل ريفايف ولكن الدراري اللي 20 بهم ما يمكنش ريفايف لان 20 لا ريفايفيتيهم مره ولا جوج راه غتولي بحال ضد 60 و 60 واش حتى هولك فهمتي الفيلم كيفاش داير. واو مليار عجبني مليار عجبني في هذا الراوند هذا ما نكذبش عليك جيشي ما حطيتش عليه بزاف الدراري لان في الاول واقيلا كنظن ملاقي حيت من واحد الاوديو صيفطوا لي الدراري بانه ملاقي قال لي عندي اللاغو هذه هادشي علاش ما بغيتش نحط عليه بزاف ليس قال ولا شي حاجه بحال هذا بحال هذا.